اكيد بعد اللي سمعناه ما في صوت. كانت الايد قويه والايد الثانيه قويه، بس وقت اللي صاروا الايدتين مع بعضهم اكيد صرنا ما بين الشام وحلب صرنا اقوى، ما هيك؟ شو ما قلنا لهم بنكون قليل، شكرا كثير كثير، بس خلونا نستغل الفرصه. تحيه كثير كثير كبيره للي خلونا هلا نحن مع بعضنا البعض قاعدين وعم نحتفل ومبسوطين، وان شاء الله مثل ما بقول دائما بكره احلى. نوجه تحيه من خلالكم يا ابناء هالمدينه والمقيمين فيها لبواسل جيشنا العربي السوري وقوات امننا الداخلي. وأكيد حلب عم تنتظر، لذلك بنوجه التحية كمان من حلب للسيد الرئيس حامي الديار، السيد الرئيس بشار الأسد. ومثل ما قلت يومنا حلو كان كتير ومسيتنا كتير حلوة. شو بدي قلكم، ما بعرف عاجزين عنكم، شكرا كتير كتير يا شباب. أنامل إذا أنا ذهبية وأصوات ذهبية، أنا برأيي رح تقولوا أنتو ماسية أو ذهبية ومرصعة بالماس أكيد. شكراً كتير لألون. بس بدنا قبل ما نودعكم وقبل ما رح، طبعاً هو ما أقول وداع، رح يكون إن شاء الله الأيام اللي جاية أمسيات كتيرة، وأبونا الياس بوعدنا أكيد إنه في شيء قادم دائماً رح يكون مستمرين بالشام وبحلب وبكل المحافظات. حتى شو رأيك كمان نوعدهم رح نروح على دير الزور. ومو بس الفرقة بدها تروح، ونحن كمان الجمهور بدنا نروح معهم إن شاء الله. كمان خلونا نسمع كلمة بهالمكان اللي أنا قلت له قدسيته وله سره وسحره الخاص اللي هيك كمان شعرنا من خلاله، رغم أنه السقف مفتوح لأنه نحن بتواصل مع الله بشكل مباشر. خلينا نقول كمان نسمع كلمة من القلب من سيادة المطران يوسف طوبجي رئيس الطائفة المارونية بحلب، لتكون مثل ختام أمسيتنا لليوم. أكيد ما رح أطول عليكم دقيقتين، بس لكم مرة سألني واحد من عشاق الموسيقى، يا أبونا بتجنى في موسيقى؟ لأنه إذا هيك مالي مصلحة، إذا ما في مالي مصلحة. نعم بتجنى في موسيقى، والملائكة ينشدون قدوس 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 بأنغام ملائكية وألحان شجية، مثل ما سمعنا هلأ في المقطع الأخير، قدوس قدوس قدوس، وسمعنا يا رب برحام الكيريا ليسون، وسمعنا المجد لله في العلا في جلوريا. فعشنا قبس من الجنة، وفي مكان اللي دايما كان يقول ويمجد الله بقدوس وبالمجد لله وباليا رب برحام. فهل حدث هذا الكبير خلانا نرجع نحط حالنا بين ايدين ربنا اللي اتكلنا عليه طول هالوقت، وما زلنا والى الابد رح نضل متكلين عليه ونسلمه كل حياتنا وكل ذاتنا حاضرنا ومستقبلنا في هالكنيسه اللي هي مثل ما شايفين دمر الجهل ودمر الحرب. ولكن نحن بالموسيقى نبني هيكلا لله، هو هيكل القلوب، فكل قلب هو هيكل لله، وهذا الشيء بتعمر بصعوبة. القلب ما تحسبوا انه بناؤه سهل، والروح ما تحسبوا انه بناؤه سهل، بدها لبنة فوق لبنة لحتى تتعمر. وهي واحدة من اللبنات اللي هي الموسيقى، اللي هي لغة الروح، لغة السلام، لغة اللي كلنا بنفهمها. يمكن ما كثير فهمنا ايش عم بيصير هلا هون في بالكلام ولكن حسينا حالنا انه يعني عم نطير، هيك عم نرتفع ونسمع. فشكرا لكل من
خلانا نعيش هاللحظات الحلوة. شكراً للأب إلياس جانجي وسفقة كبيرة له. شكراً أبونا. وشكراً لكورال ناريغاتسي اللي تعذبوا يومياً خلال سنة. وشكراً لأوركسترا دمشق اللي أكيد كبدت عناء السفر والتمرين، وأنا بعرف قديش صعب إنه واحد يضل عم يتمرن. أكيد هالشكر الكبير رح يتعبر عنه بشهادة صغيرة ولو هيك، إنه هي ذكرى وشهادة. وشكراً لكم، وشكراً لكل يعني اللي حافظوا على هذا الأمن وتعذبوا، والقوات الأمنية والجيش وكل الناس اللي اجتهدوا وتعذبوا، ما رح أعدهم لأنه كتار. شكراً لكم. مركز حلب للإعلام الكاثوليكي وجوقة ناريغاتسي يشكران تعاونكم من أجل تحقيق الحفل الموسيقي في كنيسة الموارنة ساحة فرحات تحت عنوان من رماد الحلب بالحرب حلب تنبض بالموسيقى موزارت The Great Mass in C Minor. مرسي لأعضاء الأوركسترا، وإن شاء الله منرجع منلتقى مرة تانية بمناسبات أحلى بأناشيد أقوى، ومنجرب منتحدى عالم موسيقي تاني يكون أصعب شوي من موزارت مثل بيتهوفن. موعدنا مع بعض بعد شهر تمام بدار الأوبرا. مرسي لكم. Thank you.